العام اليوطي أحاط نفسه بمجموعة من المهندسين المعماريين، وذلك من أجل تنظير للمعمار الاستعماري في المغرب، مثل أحد جهابدة المعمار أو الهندسة المعمارية أونغري بروست، والذي وضع المعمار الأساسي لمدينة الرباط. فكان الهدف من ذلك هو إبراز الدور الحضاري لفرنسا في المغرب، لأن اليوطي يعتمد على هذا الجانب، أي تحويل منجزات الاستعمار في المغرب إلى واجهة لتلميع صورة فرنسا في المغرب. وعلى هذا الأساس تم استقدام مهندس كبير من جنوب إفريقيا، وهو ليجياردي، وهو الذي ساهم في وضع التصميم المديري لمدينة القنيطرة، ووافقت عليه إدارة الحماية سنة 1914. وكان هذا هو توجيهات اليوطي، هو نفصل المدينة الأوروبية عن المدينة المغربية. وعلى هذا الأساس وضعت هندسة مدينة القنيطرة، فهناك عمارات أقيمت فيها أو وضعت فيها الهندسة المعمارية التي هي خليط من المعمار العربي الأندلسي والإسباني، ما تسميها إسبانو موريسك، مثل عمارات اللي فيها لحدة مكانة مثلا. وإذن هذا النوع من العمارات موجودة ومشيدة، ولا زالت بعضها قائم، ونسعى للحفاظ عليها بعد تسجيلها لدى وزارة الثقافة كتراث لمدينة القنيطرة. المعمار الثاني هو الذي يقوم على الأعمدة، وعلى هذا الأساس مثلا وضعت بنية مدينة القنيطرة، وأمامها إدارة الحماية اللي غادي تولي العمالة ديال القنيطرة في شارع الحسن الثاني. فهو عبارة عن لي شونزيليزي مصغرة، إذن هناك واحد نوع من التضير حتى لوضع لشارع بأكمله كأنه يجسد لي شونزيليزي. ثم في أطراف المدينة وخاصة في ميموزا أقيمت الفيلات على شكل طراز الألزاس. لماذا؟ لتمجيد اليوطي، لأن اليوطي قادم من تلك المنطقة. فأقيمت فيلات مغطاة بالقرمود الأحمر، ولا يتعدى وتتكون من طبق واحد مثلا أو طبقين على أكثر تقدير، وذلك لتمجيد المقيم العام اليوطي. وتم استخدام حتى اللقاليق كي تجسد تلك المنطقة التي ينتمي إليها المقيم العام اليوطي، وكل هذا تمهيدا لإطلاق اسم بور اليوطي على مدينة القنيطرة. فإذا هذا النوع من المعمار كان في عهد الاستعمار يعطي هوية لمدينة القنيطرة ولو كانت استعمارية، لأنه إذا أخذت مثلا بطاقة مدينة القنيطرة بين بطائق من مدن أخرى تعرف أنها للقنيطرة، على عكس اليوم الذي وجد فيه المهندسون المعماريون المغاربة، وهم أكفاء ومهارة وكبار المبدعين وكبار المهندسين اللي كاينين عند المغرب اليوم، جيل كبير من المهندسين، ولكنهم محاصرين بتوجيهات المنعشين العقاريين، وبالتالي لا يستطيعون خلق هوية أو شخصية لمدينة القنيطرة. فإذا أخذنا العمارات التي بنيت في مدينة القنيطرة ووضعنا بطاقة تعريف بطاقة مدينة القنيطرة، فإنك نجد في أي مكان من المدن المغرب لا تمثل هوية المدينة. ولماذا؟ لأنها ليس فيها ما يوحي بأنها للقنيطرة، على عكس محطة القطار هنا فيها واحد نوع العمل، واحد الإبداع كبير، والذي فعلا إذا شاهدنا نعرف أننا في مدينة القنيطرة. إذن ما أريد أن أقوله هو أنه ما تبقى من هذا المعمار الاستعماري أو ما من هذا التراث المادي الموروث عن حقبة الحماية ينبغي الحفاظ عليه وصيانته
ولا نختبئ وراء الفصل الذي يقول أن هناك بنايات آيلة للسقوط للسيطرة عليها ومحوها من التاريخ. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.